عصام الشوالي ينشر منشورا على صفحته على الفيسبوك ويبكي فيه رحيل ميسي عن برشلونة، وقال في منشوره: سلام يا صاحبي، لكل شيء بداية ونهاية، متفق عليها، ولكن من كان يتوقع خروج ميسي من برشلونة بهذه الطريقة؟ خروجه هو زلزال، هو تسونامي، ميسي هو البارسا، هو رمزها، هو رئيسها. من 2004 كبداية ل 2021 تاريخ النهاية، بعد 810 مباراة بغميس الكتالونية، 683 هدف، 683 غلاظ. آه يا ميسي، كيف تغادر بيتك؟ كيف تغادر حبك؟ هل ستقدر على الفراق؟ هل ستتحمل الغربة وأنت الذي عشت أكثر من 20 سنة في برشلونة؟ عزيزي، هل ستقدر على التوجه بعيدا عن البلاوغرانا؟ يا سيد برشلونة، كيف تدخل لملعب آخر غير الكامب نو؟ حقيقة الأيام دول، والدول رجال، والدولة الكتالونية زعيمها ميسي. أتخيل الصورة في برشلونة، هو حزن يخيم، هو دمع مهمر، جماهير لم ولن تستوعب، وقلب معتصر. لن أقول بكلام خشب البارسا، لن تقف على ميسي. لا يا أخي، ستتوقف لفترة لاستيعاب ما حدث، فالبارسا لن تكون بدون ميسي كما كانت معها. تأبط شر سيرحل عن الكامب نو، ولكن ستبقى في ذاكرتي وعقلي ما عشته معه رباعية أرسنال، ريموتادا باريس، خمسة الريال، ظهر بواتينغ. والبارسا تقول وداعا للفتى الذهبي، وأنا أقول البارسا ستكون في القريب العاجل بدون طعم ولا لون يا ابن روزاريو. هذا ما قاله عصام الشوالي في صفحتي على الفيسبوك.